Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya'atuk al-afya. Start from where we left off. ممكن أعرف ممكن list something like this. طبعاً هون بدي يكون list of strings. لازم هذول أخذهم strings. ممكن يكون أكثر من واحدة like this. هذول اللي راح أجي أعطيهم ستة get list. Okay. مش شرط يعني يكون إنه نفس الستيتمنت. You can break them على two statements. هاي التالتي. هلا الفكرة هون مش شرط كلهم يكونوا names map names or كلهم يكونوا بشكل ال OID. You can إيش you can mix. ممكن يكون name OID name OID whatever. You can إيش ممكن تحط أكثر من واحدة. أوكي هلا الفكرة هون لما كان عندي a single managed object الresponse صار كان object. كيف عرفت إنه object؟ هي object عشان هيك استخدمت الدت اوبريتر وهذول الاتريبيوتس تاعونه. طيب اذا ببعث اكثر هيك اذا ببعث اكثر من الريكوست يكون فيه اي ام كويرينج اكثر من مانجد اوبجكتس واعطيت النيمز تاعهم الاو اي ديز الار شو الان بيمثل لي شو الار بيمثل لي جايز الجواب لانه واحد فيهم راح يكون يس شو بتتخيلوا؟ للأول بس لا شو فائدة إني أحطون عشرة إذا بس بدي يجيب لي للأول هلا الآر ببطل object طبعا هون مش بحكي object اللي هو managed object اللي هو python object ببطل object بصير list of objects هو بصير list of objects طلعوا كيف باجي؟ Again, إذا في عندك كون اثنين هذا الاندكس تاعه 0-1 فهذا بصير عند بيرجع لي list two objects 0 الاندكس تاعهم 0-1 هذا وهذا طلعوا كيف بعملهم access زي ما عملت تون access بس الآن بدك تضيف الاندكس وأكيد الاندسيز بده يكون هاي الأولى وهاي الثانية تمام هاي رجع لي طلعوا من هاي I was able to print هاي مباشرة من ال R فهاي بطلت إذنها هاي single parameter هاي بتكون إيش object إذا بتكون هاي list of OIDs or list of map names هاي بصير list of objects list of objects معناته list of objects بصير تعملهم access R0, R1 وهكذا للR عددهم الناقص واحد طبعا لاني بلشت انا من زيرو وكل واحد بتعطيها الدوت او اي دي اندكس اس ان ام بي تايب واضح I can do this fine تمام في any questions before moving على different point على different point في questions Excellent. Again, I'm just مشان أوريكو. طلعوا التابل. الIF تابل اللي كنت لازم أعرف له something like this. بعدين أجي أصير أعمل له concatenation. وشفتوا قبل شوي كنت لازم أكتبهم مشان ما أخربط. طلعوا الآن ما أسهل الأمور. طبعاً هاي مش part من التابل. هاي مش part. الIF number مش part من التابل. الIF number مش part من التابل أوريكو الIF number is not part من التابل اللي هي بعطيني هاي عدد الانترفيسز هاي الIF table هاي الconceptual row وهذول هم الكولومز اللي عندي فأجين هاي إذا بدك تجيبها هاي كيف بجيبها الIF number dot zero because it's scalar بعدين بدي الكولوم اللي اسمه IF description للانترفيس الاندكس تاعها خمسة بدي الphysical address للانترفيس اللي قيمته خمسة الانترفيس الخامسة اوكي لان ببلش من واحد الادمن ستاتس للانترفيس الخامسة الاوبريشن ستاتس للايش للانترفيس الخامسة مش شرط تكون كل من الخامسة ممكن هاي تكون للسادسة هاي للسابعة هاي للثانية وات ايفر اوكي فهون جست بتحط زي ما حطينا تاخذ هون الميب نيم سابقا كنت اخذ الاو اي دي المعرف بالميب دوكيومنت
وأعمل عليه concatenation بالinstance number. الinstance number يا بده يكون zero إذا إنه عندي scalar أو بده يكون عندي الindex. هلا هون نفس الإشي، تأخذ الميب نيم وبدك تعمل له concatenation يا بزيرو إذا إنه scalar أو بالإيش بالindex إذا إنه كان part من table. You can do this. طلعوا 1 2 3 4 5، ففي عندي هون 5 managed objects، فهاي بصير list عبارة عن R0 ل R4. Okay. فأجين هاي ال R0 تجيب المعلومات، هاي ال R1، هاي ال R2. Okay. هاي ال R2. Okay. Yes. ال R2 اللي هي this is 0 this is 1. ال R2 ال physical address، عشان هيك هذا الاشي شفناه بأول محاضرة اليوم. Okay. بعدين هاي الثالث، هاي الرابع، وهكذا. تمام، واضح. again شو هاد، هاي حكيت لكم هون هون انه I'll move على different point. no it is نفس ال point، بس مش شرط، يعني مش هاي ال names مش خاصة بال ايش scalar objects، وانما I can use it لل tables. again هذول كيف، هذول عبارة عن هذول منين بجيهم، هذول هم الكولومز هيهم. تمام، قلت فبدي يكون أكيد عندي هاي قدامي التري. تمام، قلت في questions، في questions، في questions in here، questions، questions، questions. excellent. let's move on. okay guys، هلا لما كنت اشرح حكيت لكم شو هاي معناها، شو هاي معناها، شو هاي معناها، كنت احكي لكم هاي خليها، خليها زي ما هي، راح اجي اشرحها later on. okay. اللي هي use numeric true، كلهم للان خليني اشوف use numeric true. okay. تمام، هلا هون حكينا شو معناها، شو معناها use numeric false. Okay, this is a keyword argument. إلو default value false. إذا بدك إياه true زي هون لازم تحطه explicitly. إذا بدك إياه false يا بتحطه explicitly or شو ممكن أعمل؟ شو ممكن أعمل هون؟ هاي equivalent لنفس statement، ولو شلت هاي بكون equivalent إلها، يعني ممكن تيجي تعمل هاي وتشيل هاي، لأنه الديفولت هذا الارجمنت الديفولت إله فولس، تروح على الاي بي اي بتقرأه وبتلاقوا الديفولت فولس. ليش أنا حطيتها هون explicitly false؟ مشان أشرح لكم إنه تفرق. فإذا بدك إياها ترو، طبعا شو بتعمل؟ I'll come to it in a minute. I'll come to it in a minute. أوكي تمام، good. أوكي فهاي هيك لازم تكون ايش، ممكن تكون ترو اور فولس. خلينا نشوف شو الفرق بين الترو فولس. اذا بدك اياها ترو، طبعا بعد ما نخلص شرح، اذا بدك اياها ترو لازم تعملها بشيء زي هيك. اذا بدك اياها فولس يا بتشيلها يا بتحطها اكسبليسيتلي انت حر. هلا شو الفرق بين هاي وهاي؟ طلعوا جايز شو الفرق بين هاي وهاي، يعني هون هاي وهاي، بس هاي الفرق بينهم. هلا بعدين عملت تايل ستيتمنت اللي هي اكزاكتلي زي الستيتمنت التاني، وهاي البرنت اللي هي زي البرنت تاعت الزيرو، البرنت تاعت الزيرو. طلعوا هون شو طلع لي الاو اي دي كيف شكله، تايب تاعه، وهي الفاليو تاعته. طلعوا هون جايز اذا بتعمل شيء زي هيك، ذيس از التايب، ذيس از الفاليو تاعته، طبعا بيكمل I cut it off. طلعوا كيف طلع لي اياه، كيف طلع لي اياه as ايش، as a name is not as an OID. طلع لي اياه as a MIP name. طبعا هاي تطلع لي system description. اوكي، وهاي الدوت اللي بتطلع لي الدوت هاي، وهاي الاندكس اللي بتطلع لي الزيرو. فهون use numeric، مش use numeric يعني استخدم أرقام، لأن هون استخدمت use numeric ووديت أرقام زي الإكزامبلز السابقة، وممكن تودي names fine. فهاي مش إنه use يعني استخدم، يعني
الجيت شو الباراميتر اللي بتاخذ؟ لا هاي يوز النيومريك يعني اعمل ديسبلاي للريزلت اللي بيجيك، اعمل ديسبلاي له ك او اي دي كنمبرز اور كنيمز. اذا انا كانت يوز النيومريك ترو معناته ديسبلاي الاو اي ديز از نمبرز، وهذا اللي سو فار كنا نعمله. اذا بتحملها فولس شو بعملها؟ بطلع لك المبنيمز as strings. فأنت حر. You are here. أنت حر إنك بدك هاي or بدك هاي. Which one? Okay. هاي بتختلف عن إنه what you are passing للجت. You can pass للجت names or OIDs. Okay. ما لهوش دخل بالبراميتر هاد. البراميتر هاد بتحكم إنه الريزلت اللي بعرض لك إياه. Okay. يطلع لك إياه. هذا الشكل أو هذا الشكل اللي هو هذا الباراميتر اللي عندي. تمام؟ أوكي؟ هلأ ممكن هون هاي تيجي تحكي again this gives you descriptive. يعني لو هلأ أنا أجيت أعطيتك this output وأحكي لك what does this represent، تيجي تحكي في أكيد التايم تايم تكس، بس بتعرف إيش لإيش هذا. بدك لازم تروح على الميب تري أو على الميب دوكيومنت حتى تفهم شو هذا what it represents. على عكس يكون عندك إشي زي هيك على السريع من اسمه it means something إلك. تمام؟ it means something إلك. زي ما أعطيك IP address versus domain name، تيجي بتعرف لو أعطيك domain address 87 whatever تيجي بتعرف الشغل إنه للجامعة تاعتنا. على عكس لو أجي أحكي لك www.just.edu تيجي بتحكي هذا الويب سايت تاع الجامعة تاعتنا، وهو نفس الإشي. فأجين فرق بين النيم والهذا it is up to you. good. تمام تمام. فهون انا مش عارض طبعا هون انا طلبت اثنين بس عارض للاول بس مشان اوريكم يعني. اوكي طبعا هون نفس الشيء. اوكي مش شرط انه بس للسكيلر ثينجز، ممكن يكون عندك لتيبل. فهاي نفس الستيتمنت اللي هي هون اكزاكتلي بس هون تختلف انه يوز نيومريك فولس، وهون طبعت مثلا الزيرو اللي هو طلعوا بيطلع لي IF number الأول IF description whatever. تمام تمام. فأنا واقف. تمام. في any questions؟ في any questions؟ any questions in here؟ واضح 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 هذول الأمور إنه يطلع معي على output versus إنه I what I pass للget. واضح هذا ال argument هاد what does it control؟ what does it control؟ واضح. في questions؟ في questions؟ Excellent. Okay. في عندي 2 points so بدي أحكي عنهم. البوينت الأولى guys هذا الإشي اللي هون طولت عليه وحكيت عنه. Yes. لما كنت بدي أجيب الماك ادرس واحتجت لهي الطريقه. باي ذا واي في باراميتر، في باراميتر يو باس ات للسيشن اتس كولد اعتقد سبرنت اف اور سبرنت اف اور شيء، هو بيكون الفولس الديفولت فولس. اذا بتعمله ترو مش بحاجه تعمل هذا الشيء. بصير اذا بتعمل شيء زي هيك Yeah, I should have mentioned this. إذا بتعمل إشي زي هيك بطلع لك إياه this way. But الفكرة إنه again يعني اكتشفته بعدين كنت عامل السلايدات تاعتي. Okay؟ كنت عامل السلايدات تاعتي. I just kept this in here. فهاي السيشن في إلها باراميتر بتروح على الـ APIs بتقرأه. Okay؟ في something called sprint F. والله هيك متذكر إشي زي هيك. Okay؟ هو بكون false. إذا you toggle it بصير إنه إذا بتستخدم إشي زي هيك يطلع لك بدون انك بحاجه انك تعمل this kind of ايش عمليه الانكودينج. اوكي هاي اول بوينت كنت بدي احكيها كنت ناسيها. البوينت الثاني اللي بدي احكي عنها السؤال اللي سالني اياه اوكي عدنان بدايه المحاضره. يس تيستينج. What does this? هاي عملنا لها comment
هي ما بتكونش، هي بتكون هيك مابس على سطر هيك. إذا ما بتعملهاش كومنت، if you ignore this step، لما تيجي هون تعمل هذا الإشي رح يعطيك على السريع رجع لك إيرور، يقول لك هذا أنا مش فاهمه، مش فاهمه، أعطيني الـ OID، هذا الـ OID مش معرف عندي. إذا بتعمل إشي زي هيك رح يعطيك عليه إيرور، تمام؟ إذا أنك أعطيته OID، إذا أنك أعطيته OID عادي رح يقبله، ما في مشكلة بيقبله عادي. إذا جيت عملت، إذا جيت عملت something like this so مش رح يطلع لك name، رح يطلع لك OID or ممكن يعطيك error. هاي ما جربتها، هاي اللي جربتها actually، أنا هاي اللي أنا جربتها. إذا هناك ما بت... إذا بتعمل، إذا ما بتعملش comment، إذا ما بتعملش comment لهاي بيبطل، بيبطل أوكي. طلعوا by the way ها configuration لهذا اللي هو configuration للnet SNMP، بس احنا بنشتغل طيب هون على بايثون اي بي ايز. بس حكيت لكم جايز البايثون اي بي ايز هذول they invoke internally النت اس ان ام بي مانجر كوماند لاين تولز. فهاي هي معناها حتى يصير يتعامل مع نيمز، ياخذ منك نيمز ويرجع لك نيمز. اذا ما بتعملش كومنت لها لما تعطيه نيم بيعطيك ايرور مباشره. اذا اعطيته او اي دي وحكيت له اطلع لي كنيم، ما بعرفش، ما جربتهاش، يا بطلي يطلع لك ايرور يا برجع لك او اي دي بقول لك هذا اللي عندي، تمام؟ واضح واضح واضح. هاي شو شو معناها هاي اللاين؟ واضح هيك عدنان؟ عدنان هيك سؤالك؟ نعم دكتور. انا يس وجرب بدايه ما كانت مبينه عندي. جربوها هاي ما بتكي. طبعا اذا بتعملها كومنت او بتشيل الكومنت مش بحاجه تعمل ريستارت لاي بروسيس، ما مش بحاجة، just اعملها كومنت وروح جرب هذول الشغلات، اعملهاش كومنت وجربها رح يعطيك ال 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 تمام تمام. عنا دكتور على دكتور استاذ دكتور على ريد هات دكتور ما كان عندي أسأل هذه ال الكونفج. yes الكونفج كان فاضي، كان empty file، فكرت إني أثر على شيء. هاي هاي مش موجودة بالمرة. لا ال smb.config كان موجود، الفايل موجود بس فاضي. فاضي يعني هاي مش موجود. أيوة. هو اصلا احنا لما شفناه كله كان كومنتس 10 اسطر او 5 اسطر كومنتس، وكانت على يعني روح لما احتملها كومنت يعني اشطب كانه هذا مش موجود اشطبها. هلا يس اكسلنت. ف يعني انت عاملين لك اياه، عاملين لك اياه ديفولت، ديفولت انه مشان يشتغل على النيمز. روح انت مش هو فاضي، روح ضيف فيه اللاين هاد بس وشوف الفرق بينهم. انا على بنت كان موجود جربته، على بنت موجود. لا 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 عرتها، روح ضيف فاضي اللاين وشوف انه هلا رح يصير يعطيك ايرور على النيمز، تمام عنا؟ نعم دكتور. جود اكسلنت ان شاء الله. يب العفو، هذول التو بوينتس غطيتهم من هير. تمام جود جايز. لازم تسألوني هون، لازم تسألوني، لازم تسألوني، لازم تسألوني السؤال اللي سألوني يا زملائكم بارح. سؤال إكسلنت، لازم كل واحد منكم يكون هذا خاطر عباله السؤال. جايز متذكرين اللي حكيت لكم مرة إنه أنا رحت على الأيانة وعطوني this note، هاي حموري وطيبر، وعطوني هون 9000 من اللي private enterprises وطيبر. اجيت هون، اجيت انا في عندي some kind of software، some kind of hardware، اجيت بدي اعمل له ايش، اعمل له exposing بحيث انه يصير to be managed through SNMP. اجيت عندي هون variable سميته x واعطيته الرقم واحد بال 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 يعني عبارة عن child node من هون، وعطيته الرقم واحد. بعدين هون رحت node ثاني سميتها y، أكيد هاي بتتكون اثنين. بعدين هون عرفت x وعطيتها رقم واحد. هلا في مشكلة هون رح وكتبت لهم map document عندي وعطيتها للناس يستخدموها زي map document اللي كتبتوها بالhomework اللي سلمتوها، متى سلمتوها؟ امبارح. هون map document إذا دخلت على الـ SNMP على الاس ام اي لينت والاس ام اي
دمب رح تعطيني ايرور انه هذا الاكس وهذا الاكس انك معرف الشغلتين مع بعض، رح يعطيني ايرور عليها. متخيلين؟ متخيلين رح يعطيني ايرور عليها؟ طب هو ثاني تو كيف السيناريو صار تحكي؟ اوكي مش هاي النوت تاعيت اللي اعطوني اياها الايانا اللي هي جاي من البرايفت انتربرايز رقمها 9000. بعدين هون اجيت انا عرفت فيريبل اسمه اكس واعطيته الاي دي واحد، هاي انذر سيبلينج للاكس سميته واي. اوكي واعطيته الرقم 2. بعدين الاكس عملت منها اجين هون بطلت ليف، عملت منها another child node وسميتها x والx هاي اعطيتها 1. هلا الx على السريع، هاي الx والx هاي في هون conflict of naming، راح يصير conflict عن naming الx هاي والx هاي. يا منار بتحكي نو no. ليش منار نو no؟ احكي لنا ليش منار نو no؟ لانهم two different level ولهم two OID مختلفين. thank you excellent excellent thank you منار. هلا الx هاي اللي هي بتتكون بلا 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 دات 9000، هاي الاكس الاولى هيك معرفه 9000 دات 1. الاكس الثانيه اللي هي بتتكون بلا 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 نفس البلاز اللي هون. اوكي بعدين 9000 بعدين الدوت 2 دوت 1. هذا الاو اي دي مختلف عن هذا الاو اي دي كلين، يعني هاي الاكس عباره عن سكوب موجوده within السكوب الواي. اوكي موجوده within السكوب الواي، هاي الاكس موجوده directly from her. it is totally different. فاجين هون ما فيش خطا وما فيش غلط اني اعمل هذا الشيء. هلا however وهاي اوكي وعملت هاي التري، اجى واحد من الناس اللي بده يستخدم السوفت وير تاعي والهارد وير تاعي. اوكي اجى عمل كود زي هيك وراح حط هون بدال السيستم ديسكريبشن حط اكس دوت 0 جست انه طلب شيء واحد اكس دوت 0. اوكي هون اكس دوت 0 بدالها مش ليست اكس دوت 0، هاي سكيلر وهاي سكيلر. الاكس دوت 0 راح يجيب له هاي اوكي ذس از المانجر، هو كتب مانجر بروجرام سكريبت بايثون، وهذا الايجنت انا هون المفروض الايجنت مسؤول انه يرد عليه. هلا الايجنت هون راح يرد عليه بالاكس اي ولا الاكس اي؟ اكتب اللي اكتب اللي بالنسبه للاو اي دي اقل انه اكثر من قبل شده وهي عاده. مين حكى زي هيك؟ منين لك هاي الرول عدنان؟ اكتب افكر فيها ك هو اكسلنت. طيب اذا بدي اذا بدي دقيقه اذا بدي الاكس هاي كيف بستخدم الهنيه بتاعها؟ واي دوت اكس. تمام هلا هون صار عندي كونفليكت اوف نيمز. هلا شو راح يجيب الاو اي دي الاقصر ولا مش الاقصر؟ هلا بالنت اس ان ام بي ممكن يجيب اول وحده، بعرف ايش هل هو او هو كاتب هيك اول واحد، بعرف ايش هو اول واحد الاو اي دي تاعها اقصر او شيء، او ممكن يجيب لك واحده راندوم، ممكن يجيب لك راندوم يعني يا هاي راندوملي. اوكي هاي في عندنا مشكله. طبعا المشكله اكبر بتصير لانه الميب دوكيومنت صدول. هلا انا بدي اكتب ميب دوكيومنت، شو بدي اعرفني انه سيسكو في عن التوم اكس؟ جونيفر شو بدي اعرف انه عن التوم اكس؟ شو بدي اعرف انه مايكروسوفت هواوي عن التوم اكس؟ طبعا هو ما فيش مشكله لان ما فيش كونفليكت. بط افرض الان انه انا اي ام اور مثلا الاي اي تي اف مش شرط لا سيسكو، انا هون الايجنت تاعي ات از امبلمنتنج الميب دوكيومنت تاعي الخاصه في البرايفت زائد ستاندرد، والستاندرد ميب دوكيومنت اللي هم من الاي اي تي اف فيهم اكس. طب هلا راح يصير كونفليكت. هلا الايجنت راح يرد اجين في اوبشن هون برد راندوملي يا هاي you don't control. عشان هيك when you fall into that situation عشان هيك هاي بالعادة ما بستخدمه مش بسكريبتس، إشي behind the scene بعمل ران وبجيب الداتا وأنا ما بطلش عليها، هاي بعملها interactive مشان لما يجيب للداتا أشوف إنها منطقية ولا مش منطقية. أوكي أول أوكي هلا في عندنا هون إذا إنه الX هاي والX هاي معرفين ب totally different MIB modules موديول، يعني الاكس هاي معرفه موديول وهاي معرفه موديول ثاني، بقدر افصل بينهم. طلع كيف بفصل بينهم؟ بحط اسم الموديول، هاي اسم الموديول جايز مرة معكم هاي وشفناها، وهاي اسم الموديول هذا السكوب اوبريتر. لا
هذا السكوب اوبريتر مر معكم انتو بالسي صح. This is the scope operator وهاي الفيريبل تاعي. فاذا هاي معرفة موديول 1 باجي بحكي M1 الX هيك X.0 هاي بس بصير تجيب لي this only. واذا هاي معرفة موديول اسمه M2 بصير احكي لها M2 scope X.0 هاي بتجيب لي this only وهاي بتجيب لي هاي only. تمام تمام. هون again هاي فائدة انه استخدم السكوب اوبريتر اوكي تمام واضح. فهاي مقبولة هاي التزمور يعني تيجي. وهون اصلا انت هيك بتسهل على التول هاي الاي بي اي هاي على الاي بي اي هاي بتيجي بتحكي له روح لي بس دور لي هون. طبعا هو بكون عنده الاي بي ايز البايثون اي بي ايز بكون مخزن عنده كل المب documents the standard. فهون بسهل علي بروح بدور على الموديول هذا وبروح بشوف هل هي موجود. طبعا اذا بتعطي مثلا هاي ناقصه الار بيعطيك ايرور عليها بقول لك هذا النيم مش موجود. فبسهل عليه بدل ما يروح يدور بكل المب documents. مره وريتكم اياهم عددهم كبير جدا اوكي. فالان انت بسهل عليه اذا بتعطي شيء زي هيك. طبعا هلا بده يجي السؤال اللي على السريع راح يجي واحد يسالكم اذا انه بنفس الموديول انا معرف الاكس. بنرجع لمشكله ايش انه بصير conflict between them. عشان هيك دائم كأنه في بال SMI version 2 SMI version 2 RFC كان واحد من ال statement إنه يعني موديول واحد حاول تلافى إنك تسمي two variables بنفس الاسم. طبعا مش ممنوع ممكن يعطيك عليها warning. جربوها guys بال SMI lint إشي زي هيك. طبعاً هاي مش إيرور لو إنه بنفس بنفس الليفل رح يعطيك إيرور عليها أكيد. إذا هم different levels ممكن يعطيك عليها warning ممكن ما يعطيكش عليها warning. فبيجي بحكي لك الار اف سي حاول تلافى هذا الإشي مشان تعطي flexibility للناس التانيين إنهم يستخدموا هاي الأشياء. طبعاً مش ممنوع أوكي تمام تمام good واضح. طبعاً إذا بتعمل إشي زي هيك تطلع كيف برد علي الجواب اوكي برد انه ما بيعطيني اسم ايش ما بيعطيني اسم الموديول على عكس النت اس ام اي. لو استخدمنا الكوماند لاين انترفيس بدون البايثون اي بي ايز بيطلع لي هون اسم الموديول والسكوب وات ايفر. اجين بس احنا هذول احنا ما استخدمناهمش اوكي تمام ما بيطلع ليش. هلا هون بقدر هاي اخليه يطلع لي فول نيم بالسترينجز يس في الها option تعطيه full name or complete string whatever. again تشوف ال options تاعون ال Python APIs. واضح واضح guys شو الهدف من هذول just النقطتين اللي هون. واضح واضح واضح. أي في questions in here في questions عليهم هذول تمام. طبعا هون again إذا هم different modules أكيد فيش مشكلة وهيك. again this is you resolve and take you resolve الكونفليكت مانوال. اذا هم نفس الموديول بصير في عندنا مشكله. جايز جربوا لي لما يكونوا انهم الاكس زي هيك وبنفس الموديول وشوف الاس ام ايدنت شو راح يطلع لي واحكوا لنا المره الجايه if you got time احكوا لنا شو راح يعطيك اياه warning or whatever. تمام اي questions اي questions تمام okay. يب Yes. بس في نقطة دكتور ذكر حكينا yes. عنها بداية المحاضرات بداية الفصل سألنا yes. عن مثلا بين وقلنا مثلا عشان الانتربرايز نودز كنا حكينا انه في زي يصير في announcement من الايجنت انه انا عندي private nodes معينة المانجر يقول انه انا عندي والله في برايفت كذا وبرايفت كذا ولا أو انا عارف كيف وصلت فكره انه بس انه يكون عنده دقيقه عدنان let me rephrase the question تاعك اشوف انه فهمت عليك ولا لا. again هون ما لهش دخل بهذا الشيء. بدي بس انا الصفحه بيضاء. عدنان اللي بحكي this is the manager وبحكي مع agent بعرفش على agent. هل في طريقة انه المانجر يحكي مع الagent اعطيني المب documents اللي you are implementing هيك سؤالك؟ نعم نكتب ايوه yes.
Excellent. This is super excellent question. هلا بالSNMP أعتقد في إشي زي هيك ما عمرناش جربناه. Okay. لما نروح نأخذ لما نروح نأخذ نحكي عن الريست كونف في أكيد إشي زي هيك. هلا هون أكيد في إشي زي هيك بس ما عمرناش جربتها. بس نقدر إحنا عن طريق المانجر لما يحكي مع الايجنت يعمل الواك بيجيب له كل المانجد اوبجكتس والاو اي ديز تاعهم اللي الايجنت از فيوينج. لانه طلع في عندنا مشكله. شو هي؟ ممكن هذا الايجنت عامل امبلمنتيشن لخمسه ميب دوكيومنتس 1 2 3 4 5 بس بالكونفيجريشن تاعه متذكرين هاي؟ متذكرين لما شرحنا عليها؟ بالكونفيجريشن تاعه عامل فيوينج بس لهذول. صح هذول عاملهم امبلمنتيشن بس مش عامل لهم الفيوينج. فما برد على المانجر بإشي هون، بس برد على الأشياء اللي هون. هلا بستعنا to discover شو الايجنت، نقدر نعرف شو الايجنت، شو الفيو تاعه، شو كل التري اللي هو مسؤول عنها باستخدام SNMP walk. SNMP walk عبارة عن دقيقة. SNMP walk مش operation هون. هي بتستخدم SNMP اللي بتستخدم get next، ورح نيجي نحكي عن الجيت نيكست. هاي عبارة عن تول بتستخدم الجيت نيكست أوبريشن. لأنه الأوبريشنز لما قرأناهم guys، هاي الأوبريشنز لما قرأناهم أي ولا في واحد منهم إيش ووك. بس الووك الSNMP ووك بتستخدم هاي تعمل ديسكفري. هاي تعمل ديسكفري لكل هذا الايجنت، شو what kind of كل branches اللي هو is viewing، وبيقدر يرد على المانجر انه this managed object وهي الفاليو تاعته، انه هذول I can view this والاشي، بس برد عليه بالهاي باستخدام الSNMP walk اللي هي عبارة عن command line interface. هيك سؤالك عدنان؟ نعم توضحت. Good. Thank you. Yeah, that was excellent question. في اي questions؟ في اي questions. Okay, good. طلعوا guys، هون اجيت بس هاي في عندي السيشن هوست نيم. هاي هون مش حاب هاي equivalent بالضبط الستيتمنت اللي وريتكم اياها الان، equivalent للستيتمنت هاي بالضبط اللي فيها using numeric false. طبعا هون انا مش بفرجي شو الاوتبوت. طلعوا بعدين عملت الجيت. طبعا رح يرجع لي الريزلتس بس ما طبعتهم شوي. الفكره هون تاعتي كانت الفكره هذا المانجر وهذا الايجنت لما استخدم إشي زي هيك، وهون واضح انه شو رح يطبع لي لو بدي، لو طلبت منه يطبع لي something like this رح يطبع لي برضو names، رح يطبع لي names مش OIDs. هلا هون guys لما استخدم something like this شو الباكت رح يروح فيها؟ الـ OID ولا النيم؟ الـ OID as a number ولا النيم؟ شو رح يكون مخزن فيها؟ شو متخيلين رح يكون مخزن فيها؟ ليش؟ أوكي بديش تجاوبوني، كيف ممكن أعرف هذا الإشي؟ كيف ممكن أعرف هذا الإشي؟ وير شارك نفس الشيء. يس جايز طلعوا الواير شارك قديش احنا بنستخدمه. وي فيريفاي ثينجز، وي ستارت اندرستاندينج ثينجز. فلما استخدم شيء زي هيك، لما ابعث شيء زي هيك ويرجع لي سمثينج زي هيك نيم، لما ابعث شيء زي هيك نيمز اونلي ويرجع لي نيمز وابعث انا نيمز، بدي اشوف شو انا هيك بس اوت اوف كيوريوسيتي، انا من عندي هاي بدي اشوف شو الباكج شو طلع فيها لما عملت هذا الريكوست وجاني الريسبونس. هاي الجيت ريكوست طلعوا جايز، هذول حكينا عنهم، هذول الفاربينز اللي عددهم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
ستة سبعة، وإذا بتروحوا على هاي الـ OID هاي الـ OID تاعتها، بتروحوا على هاي الـ OID هاي الـ OID، زي الترتيب اللي هون بحط ترتيب هون، طلعوا الباكيت بس فيها OIDs طبعاً var binds OID الvalue null OID الvalue null OID لأن هاي بالريكوست. فالباكيت ما إلها دخل، الباكيت لازم يروح فيها OID، الايجنت لازم يصل OID، ما بفهم هاي الشغلات الايجنت. خليني أشوف الريسبونس اللي إجاني اللي هون طبعت منه هذا الإشي، برضو عبارة عن سبعة var binds OID value OID value OID value OID value OID value OID value OID value، بغض النظر شو هم الـ OIDs والـ values. فالإيجنت ما الإيجنت ما إله دخل بهاي الأمور، وإنما هاي مسؤولية المانجر. فكيف بيشتغلوا هذول الـ APIs؟ مين بحكي لنا كيف بيشتغلوا الـ APIs هذول؟ كيف الـ APIs هذول بيشتغلوا؟ مين بحكي لنا؟ من ناحية إنه replacement قصدك ولا في؟ yes. بعمل بس بعمل بس هذا replacement اللي أنت تكتبه. yep yep. فهون المانجر just تكون زيف تايم مشان ما أخرك وش كثير، بس لازم أخلص هذا الإشي. إذا بتعطيه أنت هون name or OID، فهون في عنده layer of translation. أوكي، قبل ما يبعث لازم يحول كل إشي OID into numbers، والأشياء اللي بتستقبلها بيستقبلها OIDs as numbers، فهو هون بيجي بيدخلها على translation وبيجي بعرض لك إياها this way. فالإيجنت ما إله دخل بهاي الأمور، والباكت ما رح تشيل هاي الأمور، وإنما هاي مسؤولتون layer of just software just function بعمل translation لهاي الأمور. إذا كانت بنيمز بيحولها لOID into numbers وبيبعثها، لما يستقبل OIDs ونمبرز فبيجي هو برد بعملها الباكورد translation encoding وديكودينج وبيجي بعرض لك إياها بالشكل هذا. فعلى الواير هذول ما لهم مش دخل، والإيجنت ما له ما بتدخلش بهاي الأمور. واضح الأمور guys؟ واضح 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 البوينت من I'll stop in here by the way. واضح واضح الفكرة من هاي وهاي، شو الهدف منها؟ تمام. again طلعوا فائد كيف الواير شارك، كيف I utilize، كيف بسخره إني أتعلمه. I'll stop in here. شو رأي آخركو؟ لأن أوريدي أخذت من وقتكو دقيقة ونص. أوكي؟ إن شاء الله بلتقي فيكم بعد بكرة ونكمل من هون. يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Let me know right now إذا بدك أي سؤال مشان أفتح سيشن. Excellent. بشوفكم إن شاء الله بعد بكرة. Take care. Stay safe guys. Healthy. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.